البداية من رؤية طموح تبنتها شركة أكوا باور منذ تأسيسها وانطلاق مسيرة أعمالها في المملكة العربية السعودية. رؤية تستهدف تأسيس حاضنة تدريبية وطنية غير ربحية بأعلى المعايير العالمية من حيث القدرات التدريبية والمحتوى التعليمي والمدربين والورش التدريبية التي تحاكي منشآت العمل الحقيقية. كل هذا من أجل تمكين المواهب السعودية الشابة من اكتساب المهارات والإمكانات الفنية المتخصصة التي يحتاج إليها قطاع تحلية المياه وإنتاج الكهرباء في المملكة. وبفضل الله في عام 2009 وبشراكة استراتيجية مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، تحولت الرؤية على أرض الواقع إلى صرح تدريبي وتعليمي رائد، ويصبح لدينا في المملكة المعهد العالي لتقنيات المياه والكهرباء ليسد فراغاً هائلاً في مجال التدريب الفني والمهني المتخصص في صناعة تحلية المياه وتوليد الكهرباء. التزامنا متواصل ويتوائم مع مستهدفات الرؤية السعودية 2030 رافعة النمو والتقدم في مملكتنا الحديثة.